اليوم الثاني والأخير من انطلاق الأيام التشاورية التي تنظمها وزارة البيئة والتنمية المستدامة حول الإطار التوجيهي لفترة 2022-2024 بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وشركاء البيئة العاملين في بلادنا. تأتي هذه الأيام خدمة للتنمية المستدامة لضمان تطور اقتصادي واجتماعي متناغم يركز على الإنسان ونظامه البيئي. للحاجة العميقة لتحديد معالم رؤية بيئية تؤكد وتقر بالدور الأساسي الذي لا غنى عنه للبيئة في أي مقاربة تنموية تركز توجهات السياسة الوطنية في مجال البيئة والتنمية المستدامة حول المحاور الاستراتيجية التالية: إعداد وثائق استراتيجية تخدم الأطر العملياتية والمؤهل للعمل البيئي، وكذلك قواعد وآليات المتابعة والتقييم. تحديد الإطار الاستراتيجي للبيئة للفترة ما بين 2022-2024، تنفيذ التوصيات المعتمدة في إطار مختلف الدراسات التي تم القيام بها من أجل الإصلاحات المؤسسية لقطاع البيئة المباشرة في ملائمة التشريعات الوطنية التي تتعامل مع البيئة فيما بينها وملائمتها مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا. إدماج البعد البيئي والتنمية المستدامة ولا سيما إدراج المخاطر المناخية في البرامج والإطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر. تعزيز البعد الأفقي لوزارة البيئة والتنمية المستدامة بشكل يمكن من التنفيذ الفعال للسياسات الوطنية في مجال البيئة. تطوير التشاور في تنفيذ السياسات البيئية، حيث يعتبر هذا الاهتمام نابع من البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني الذي تعكوه على تطبيقه حكومة معالي الوزير الأول محمد البلال المسعود. تضمن اليوم الأخير تقديم عروض حول نتائج أعمال الفرق الفنية، ويأمل القائمون من خلال هذه الأيام التشاورية الوصول إلى مقاربة قطاعية تستفيد منها جميع القطاعات، وكذا السبل الناشعة لإبراز الأولويات في مجال دعم التنمية المستدامة في بلادنا.